بسم الله الرحمن الرحيم. من الحاجات المهمة قوي في الفحص والعلاج وكده وحاجة بسيطة قوي، الأشعة العادية. الأشعة العادية كتير بنستهتر بيها ونفكر إنها حاجة مش مهمة، مع إنها ممكن إنها تورينا حاجات، يعني ممكن حاجات الأشعات الغالية والحاجات اللي هي التحاليل الغالية وكمنا كله ما تورهاش. فأحيانا المريض عنده مشكلة جامدة جدا ومجرد بس أعمل له أشعة أكتشف الحاجة اللي عنده. على سبيل المثال الحالة اللي هوريها لحضراتكم، يعني الحاجة عندها حوالي 60 سنة وبعدين جاءت تكشف بتشتكي من ألم جامد هنا في مفصل الفخذ، وبعدين واضح برضو عندها ألم في الضهر وسمع رجلها، يعني كل الأعراض بتقول إن عندها مشكلة في الفقرات وبتأثر على رجلها. وفعلا عملنا أشعة على الفقرات ولقينا فيها تخلخل في الفقرات زي ما وضح حضراتكم دلوقتي الأشعة بتاعتها، بس بالفحص العيان بتشتكي من ألم هنا، تمام؟ فأنا استكمالا للفحص لازم أعملها أشعة على المفصل. طبعا فوجئت إن هي عندها في ورم واكل العظمة وخلاص، يعني على وشك إن هي يحصل فيها كسر. فحمد ربنا إن إحنا اكتشفنا، عملنا الأشعة واهتمينا بالشكوى بتاع المريض، ففرقت معاها جدا. وبعد كده عملنا أشعة رنين تبين إن عندها فعلا عندها أورام سرطانية ودي منتشرة في الجسم، عايزة تعمل مسح ذري، عايزة تتابع العلاج لحد ما نشوف العظمة دي هنحتاج نعملها تثبيت عشان ما تكسرش وهكذا. فالأشعة العادية ممكن تبقى حاجة مهمة جدا ومفيدة جدا. العادية منظر جانبي على الفقرات وباين فيها خشونة وتخلف الفقرات وبيتفصل الوجع اللي عندها في ظهرها وسمع في الرجلين، لكن كان عندها ألم في مفصل الفخذ ده مش متفسر، ودي الأشعة العادية الأمامية واضح برضو إن عندها مشكلة في الفقرات القطنية الرابعة والخامسة وفي تخلف في الفقرات وحتى في أجزاء برضو من العظم برضو هنا مش باين هنا برضو ما يشكك إن ممكن يكون في ثنويات في العمود الفقري. وهنا المفاجأة الكبرى دي الأشعة العادية على المفصل الحوض وواضح فرق ما بين الناحية اليمين والناحية الشمال، هنا الشمال دي طبيعية جدا لكن اليمين واضح ان فيها حاجة واكلة العظم هي وشايلة العظم مكانه بدوك حاجة بسيطة هي، فديت لو مع اي التواء خفيف او وقعة خفيفة ممكن تكسر، فده يبقى ده بعد كده عملنا له أشعة رنين فتبين ده عنده فعلا ورم واكل العظمة، وبعد كده احتاجت مسح ذري وممكن احتاجت على كده تركيب مفصل صناعي او تثبيت او حسب بقى كل حالة بتحتاج دراسة وهكذا. فالاكتشاف المبكر للأورام مهم جدا، الأشعة العادية مهمة جدا، اي حتة انا اشك فيها ممكن اعمل لها أشعة، أشعة عادية مش هتكلفني كتير لكن ممكن هي تديني من مشاكل كتيرة جدا بعد كده. بعمل أشعة عادية تبين لي لو ده كويس خلاص، لو انا شاكك في حاجه ممكن اعمل بعد كده اشعه مقطعيه او اشعه رنين او اكمل تحاليل او هكذا. فالاشعه العاديه مهمه عكس ما ناس كتير فاكره ان هي حاجه كده ايه ملهاش اهميه ولا حاجه. الحاله دي فكرتني بحاله سابقه كنت شفتها، الحاله دي كانت فيها عندها قصه قديمه ان هي عندها سرطان في الثدي وعامله عمليه من 10 سنين وعندها برضو الم في مفصل الفخذ، وبعدين في كذا دكتور شافها وبعدين للاسف محدش عمل لها اشعه، فانا طلبت لها اشعه، فاشعه عاديه خالص حاجه بسيطه خالص، يعني فوجئت ان هي العظم اتاكل ويا دوبك على ورقه بس بسيطه كده، حاجه بسيطه كده ممكن تكسر. فانا حذرت اهلها وقلت لهم يا ريت ما تمشيش على رجلها ويا ريت ما توقعش، لان لو ممكن لو مشيت ووقعت هيحصل كسر والامور هتتفاقم اكتر ويبقى اصعب في العلاج واصعب في المتابعه. للاسف طبعا هم يعني طبعا خافوا ان هم يخوفوها او يقولوا لها كذا كذا علشان ما تقلقش، طب تعالي نعمل التحاليل، وهي طالعه السلم رجلها اتلوت ووقعت اتكسرت. فطبعا كل ده بيضاعف المشكله ويخلي المشكله تبقى اصعب. فدايما نهتم، دايما نكتشف لو في اي عندك اي مشكله الجأ للدكتور اساله. طب الدكتور برضه المفروض يهتم، المفروض يعمل الحاجه المطلوبه، مطلوب اشعه، مطلوب تحليل، مطلوب حاجه نعملها علشان
الحاجه اللي بتلعب في الاول تتعالج في الاول بيبقى ممكن ان هي تدي نتائج تكون افضل. انا بشكر حضراتكم على مشاهده الفيديو، يا ريت ما ننساش الاشتراك في القناه ومشاركه الفيديو عشان يوصل لناس كتير تكون محتاجاه، والقاكم دايما في احسن صحه واحسن حال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا.